السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شباب حركة 20 فبراير، في البقاع المقدسة يزف إلى كل المغاربة تحية عطرة مملوءة بالمحبة والإيمان والحرية والكرامة. إننا هنا أمام الكعبة المشرفة نجدد العهد ونقول ما نفكيش مع مخزن الحجرة والاستبداد وليل الظلم الذي طال حان جلاؤه، والانتخابات والدستور الجديد تضليل فاحت رائحته. توكلنا على الحي العدل الصمد لكسر قيود الاستبداد واجتثاث واقتلاع الفساد من جذوره، داعين الله تعالى قائلين: اللهم 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 نصرك الذي وعدت المستضعفين، من علينا ربي واجعلنا أئمة واجعلنا الوارثين، واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غالبين. اللهم بارك في سلمية حركة 20 فبراير واجعلها قومة يحتذى بها يا رب العالمين. وحتى لا أطيل الكلام في هذا المقام، إلى من يتهم شباب حركة 20 فبراير بأنهم مثاليين وآكلين لرمضان، أقول بل معتمرين وحاجين لبيت الله الحرام، كما أبلغ سلام المناضلين من ائتلاف دعم حركة 20 فبراير بالخارج إلى كل المناضلين الأشاوس داخل الوطن. وعاشت حركة 20 فبراير صامدة مناضلة، ولشهدائنا إن شاء الله الجنة والسلامة والحرية إلى كل معتقلي الرأي الحر في مغربنا الكريم. وأقولها وأعيدها: ما فكيش ما فكيش ما فكيش. السلام عليكم.